لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. رحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 41، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. عنوان حلقتنا: شيخ الأزهر يدعو المسلمين للبوذية. شفنا في الحلقة اللي فاتت مقارنة بين بوذا ورسول الإسلام من خلال كلام شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهو منبهر بشخصية بوذا اللي بيدرسوا عنه في كلية أصول الدين في الأزهر، وإنه راجل حكيم وكلامه موزون ورسالته في طريق الرحمة غير المتنافية، وكان من أبرز صفاته الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة زي ما بيقول يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وبين رسول الإسلام اللي كلامه غير عقلاني وغير منطقي، وإن شيخ الأزهر قاعد يفهمه غلط وطول الوقت ويقول إن سؤال أين الله ده سؤال غير منطقي وفوق مستوى العقل، ونواصل مع بعض انبهار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومقارنة بوذا برسول الإسلام وشوف الفيديو اللي جاي. وأن صاحب هذه الرسالة كان وديعا مسالما غير متكبر ولا متشامخ، بل سهلا لينا قريبا من الناس، وكانت وصاياه تدور على المحبة والإحسان للآخرين. زي ما شفتوا الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول دول المؤرخين اللي بيقولوا كده مش أنا، المؤرخين بيقولوا إن بوذا وديع مسالم ما تسببش في أي فتنة لأنه حكيم وصامت، مش بيتكلم كلام غير منطقي ولا متناقض، وبوذا ده كان يعني قريب للناس وبيكلمهم بكلام يفهموه، يعني كلام عقلاني، دينه بيحس على الرحمة والإحسان. ونشوف مع بعض شيخ الأزهر هو بيقول مرة كمان إن البوذية دين الرحمة الغير متناهية، ونشوف مع بعض. وأن كبار مؤرخ الأديان في العالم كله يصفون رسالته بأنها دين الرحمة غير المتناهية. زي ما شفتوا شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب هو بيقول إن كبار مؤرخ الأديان في العالم كله يصفون رسالته بأنها إيه دين الرحمة غير المتناهية. وطبعا غلاة الحنابلة الوهابية السلفية أول ما سمعوا كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب ردوا عليه، وخلينا نشوف مع بعض رد السلفية على شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، وإزاي الشيخ الحويني بيرد على شيخ الأزهر، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. زي واحد مثلا في الأيام الأخيرة دي أثنى على البوذية حتى كاد أن يقول للمسلمين اعتنقوا البوذية، حتى كاد أن يقول هذا، يعني البوذية دين الرحمة اللا متناهية أو المتناهية. طب دين الإسلام دين إيه بقى؟ الرحمة المتناهية يعني؟ ما أنا حبيت أقارن بين الإسلام والبوذية في هذا، حوصف الإسلام بإيه؟ لما البوذية دين الرحمة المتناهية أو اللا متناهية، أقول عن الإسلام إيه؟ وزي ما شفت الحويني هو بيتكلم عن شيخ الأزهر لما قال بمنتهى الوضوح إن شيخ الأزهر كاد أن يقول للمسلمين اعتنقوا البوذية لأنها دين الرحمة الغير متناهية، وحط الإسلام في مقارنة مع البوذية، وطلعت البوذية أحسن لأن البوذية دين الرحمة الغير متناهية، يبقى الإسلام إيه؟ دين الرحمة المتناهية. وحاجة كمان، موضوع إن الدين عند الله الإسلام، دين وديها فين؟ ده طلع دين تاني جميل أهو ورحمته غير متناهية. ونكمل مع بعض الحويني وهو بيرد على شيخ الأزهر ويقول له أنت يا إما كافر يا إما فاسد. وبوذا ده كان رجلا ملحدا كافرا بالله، ازاي اثني عليه واثني على الشيء الذي اتخذه لنفسه واعتقده دينا ودان بهذا الالحاد لفيف البني ادم، كيف اتورط واثني عليه؟ ولا يخلو المتكلم بهذا من شيئين، ان كان يعتقد ما يقول فهو كافر، وان كان يجامل بهذا فهو فاسد. زي ما شفتوا الحويني بيقول للشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب إزاي تثني على بوذا وهو كافر ملحد، إزاي تتورط؟ وبعدها أكد لنا الحويني إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يا إما فاسق يا إما كافر، لو كان بيعتقد ما يقول فهو كافر،
وإن كان يجامل بهذا فهو فاسق، فلا يخلو أمره من كفر أو فسق. ونكمل هيقول إيه كمان في الفيديو اللي جاي. مفيش حد يثني إطلاقا على دين بخلاف دين الإسلام إلا إذا كان في قلبه دغل على دين الإسلام، والمسائل دي مفيش فيها مجاملة، لا مجاملة في مثل هذا ولا مهادنة في مثل هذا. وزي ما شفتوا الحويني بيأكد إن شيخ الأزهر في قلبه حقد، وحقد على إيه؟ على الإسلام ورسول الإسلام. ولو اللي تابع معايا الحلقات اللي فاتت هيتأكد إن الكلام ده صحيح، لأنه عمال يفهم رسول الإسلام إنه كلامه غير منطقي وغير عقلاني، وإنه ما يصحش يسأل سؤال أين الله، ويقول له أنت كده عايز تحط المحيط في كشاي. وشوفوا معايا كمان الشيخ العدوي هيقول إيه لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي. وتنتقل إلى فتنة أعظم من هذه الفتنة الذي يأتي في آخر الزمان يثني على بوز الملحد إمام الإلحاد في الأرض، إمام الإلحاد في الأرض الذي يتبعهم مليارات من البشر ويعبدونه من دون الله، ويأتي من يقول إن تعاليمه سمحة. أي تعاليم هذه؟ عياذا بالله. مشرك قريش كانوا يقولون إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بوذا لا يقول ذلك، بوذا ملحد من الملاحدة لا يقول ذلك. كتب مقولات، فيأتي شخص في هذا الزمان يثني عليه ويقول لا، بوذا تعاليمه سمحة. نعوذ بالله من الفتن، وتجد آذانا تستقبل هذا الكلام والعياذ بالله. وزي ما شفنا الشيخ مصطفى العدوي بيقول أنت يا شيخ الأزهر أنت بتعمل فتنة وتثني على بوذا الملحد إمام الإلحاد في الأرض اللي بيعبده مليارات البشر من دون الله، وانت جاي يا شيخ الأزهر وتقول إن بوذا تعاليمه سامحة. ده كفار قريش أحسن من بوذا، على الأقل بيؤمنوا إن الله موجود وخلق السماء والأرض، لكن بوذا ده ما بيؤمنش بالله أصلا، وانت جاي يا شيخ الأزهر وتقول إن تعاليم بوذا سامحة. نعوذ بالله من الفتنة. فرد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رد غريب جدا، وكانت بصراحه مفاجاه. قال هو انتم ما تعرفوش ان الرسول قال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لا ترتجى علشان يالف قلوب المشركين؟ وانا بصراحه يعني مش مصدقه الكلام اللي بيقوله امام اكبر مؤسسه دينيه في العالم الاسلامي، بيستشهد بكلام القاه الشيطان في امنيه رسول الاسلام، يعني مش وحي من الله. الشيطان القى على لسان الرسول تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لا ترتجى، والكلام ده أسباب نزول سورة الحج 52، إن الشيطان اتكلم على لسان رسول الإسلام تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لا ترتجى. فالشيخ الأزهر بيقول أنا كمان بقول نفس كلام الرسول، بس بقول بوزة والغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى علشان نألف قلوب المشركين والبوذيين، علشان ندي سمعة طيبة عن الإسلام. طيب يا شيخ الأزهر، لما رسول الإسلام قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى كان الشيطان هو اللي بيتكلم على لسانه. هل حضرتك برضو لما بتقلده الشيطان بيتكلم على لسانك أنت كمان؟ وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ الزهبي وهو بيأكد إن شيخ الأزهر استشهد بقصة الغرانيق. الحديث حول ما كان من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فضيلة الشيخ دكتور أحمد طيب بشكل توضيحي، إليك الكلمة. نعم، هو لما تحدثنا يعني تعريضا لا تصريحا في الحلقة الماضية وبأدب مطلق، يعني رد البعض بأدب مطلق أيضا من أحبتنا من الأزهريين، وقالوا يعني ربما يكون له يعني سابقة في ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يمسك بقلوب هؤلاء المشركين، فتلى عليهم بالنسبة للأصنام تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وزي ما شفتوا الشيخ الزهري بيأكد أن شيخ الأزهر استشهد بقصة الغرانيق علشان يدافع عن نفسه لما مدح بوذا. وسؤال سريع للشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب قبل ما أختم حلقتنا، مش أنت اللي كنت بتقول ان رسول الاسلام كلامه مش منطقي ومتناقض ولا يصح، وده اصلا هو السبب في الفتنه، فازاي كده بقدره قادر بقيت تستشهد بكلام الرسول الاسلام اللي اصلا ما بيعرفش يتكلم وكلامه متناقض؟ ولا لما كلام رسول الاسلام مش بيعجبك يبقى متناقض، ولما الشيطان يتكلم على لسانه ويقول تلك الغرانيق الاولى ان شفاعتهن لا ترتجى بتدافع بيه عن نفسك؟ يعني كلام الشيطان بالنسبة لشيخ الأزهر
أفضل من كلام رسول الإسلام وبيدافع بيه عن نفسه. وزي ما شفتوا الحلقات كلها كانت مواجهة بين رسول الإسلام وشيخ الأزهر، وشيخ الأزهر ما كانش ليه علاقة بالوهابية السلفية خالص. وهنشوف في الحلقة الجاية شيخ الأزهر وكلامه مع الوهابية السلفية، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.